أحمد جمعة، أهلا وسهلا بك أحمد، واطلعني عن آخر التطورات في مدينة سرت والحركة هناك والوضع الأمني أيضا مع الدوريات التي تسيرها مديريتك لمن هناك، تفضل. نعم، تحية مسائية طيبة لك من مدينة سرت الشموخ. اليوم نحن متواجدين في قلب مدينة سرت، الأوضاع الأمنية في مدينة سرت ممتازة جدا، هنا إدارة البحث الجنائي وأيضا مديرية أمن سرت وجهاز الأمن الداخلي، جميع هذه الأجهزة تقوم بدورها الأمني في مدينة سرت بشكل ممتاز جدا. اليوم مدينة سرت تعيش أجواء أمنية ممتازة جدا. أما الجانب الخدمي في مدينة سرت يحدثنا عنه عميد بلدية سرت الأستاذ سالم عامر، معنا الآن مباشرة من وسط مدينة سرت. أستاذ سالم، أولا مرحبتين بك. السلام عليكم، مرحب بكم، وأنا شكركم على حسن الاستضافة لنقل الوضع الطبيعي لمدينة سرت. وأنتم كما ترون الآن، أولا في البداية أريد أن أحيي القيادة العامة بقيادة المشير كان حرب خليفة بجاس الحصر والضباط وضباط الصف والجنود والقوات المساندة لها وشباب السلف الصالح وشباب سرت الذين مرابطون الآن على الجبهات وهم يؤدون واجبهم. الآن أنتم الصورة الآن كما يقول أبلغ من الكلام. الآن أريد أن أتحدث من قلب مدينة سرت، سرت الصمود، سرت الجهاد. الآن الحياة طبيعية كما ترون، الناس يتجولون في الرياحية تامة. قبل 6/1 كانت العصابات الإرهابية الإخوانية جاثمة على أهل سرت. كان هذه الفترة وهذا الزمن الذي الآن نحن نشاهده وابتن فيه قبل 6/1 كان عندما تغيب الشمس من قبل الساعة 5 كلهم الناس موجودة في بيوتها، لأن لو خرجوا يجدون أمامهم الميليشيات والعصابات الإرهابية التي كانت تنكب بأهل سرت. والآن أهل سرت كلهم في رياحية تامة، هذا كله بفضل القوات المسلحة بفضل الشباب المساند لهم. الآن سرت في أمن وأمان وباستقرار، تشاهدون رجال الأمن كلهم على مختلف الأجهزة الأمنية وهم الآن في كل التقاطعات الطرق يأمنون على حياة المواطنين. كل أهل سرت الآن كلهم مع قوات المسلحة هم يوازرونهم. من يقول أن سرت الآن خاوية أو سرت الآن ليس في حد يوجد، لا بالعكس، سرت كلهم لأنهم أحفاد الشهداء، الشهداء بالربيع، وهم سطروا ملاحم كبيرة من النضال والجهاد عندما أراد السياح التركي الغاشم والمرتزقة السوريون ومن ولاه من الخونة والعملاء الذين شربوا لنا هذا الاستحمار في 6/6 من هذا الشهر. كان كل أهل سرت يعزرون قواتهم المسلحة وردوا كل الغساة الذين يريدون النيل من قوت الليبيين وردوا خائبين، وهم الآن سرت تحتفل، سرت الآن تحتفل بانتصار قواتها المسلحة، تحتفل برجوع الأمن والأمان والاستقرار في هذه المدينة التي كانت محرومة منه 9 سنوات. كانت سرت في هذا الوقت بالذات ما تلقاش ولا واحد في الشارع، من هذا كله من ذلك العصابات اللي كانت جاثمة على أهل سرت. سرت الآن حسوا بالأمن والأمان من 6/1 عند التحرير، وشفتوا حتى لما دخلت القوات المسلحة مدينة سرت كانوا كل أهل سرت يرحبون بها ويوازرونها، لأن هذه يعرفون القوات المسلحة ويعرفون الضبط والاستقرار لهذه القوات وحتى المعاملة. الآن نحن أتمنى أن هذه الصورة تنقل. أنا أريد أن أعطي رسالة للقنوات والصفحات المغرضة التي تريد أن تؤثر في نفسيات أهل سرت. يا ريت تسأل هو وين الشارع الموجود فيه الآن؟ وين المنطقة اللي موجود فيها؟ نحن نشوفه في سيارات في الخلف تتحرك، نحتاج إلى معرفة المنطقة والشارع والوضع أيضا، وضع الشارع السرتاوي أيضا، عملية التحرك والاطمئنان جاءت من أجل تحرير هذه المدينة وغيرها من المدن الأخرى من وطأة الميليشيات والعصابات وتنشل هذا الوطن من القوات الغازية القوات التركية. مشكور سيادة عميد بلدية سرت الأستاذ سالم عامر. إذا الوضع الخدمي أيضا في مدينة سرت
ممتاز جدا، هنا محطات الوقود ممتلئة بالوقود ولا يوجد أي ازدحام داخل محطات الوقود بمدينة سرت. أيضا الحياة طبيعية، المحلات، المخازن، مخازن مواد الغذائية، أيضا المخابز أيضا مفتوحة في مدينة سرت، الحياة طبيعية. طيب أحمد الآن نعم يا ريت توجه السؤال لعميد بلدية سرت الآن، المنطقة الموجود فيها الآن ما هي والشارع بالتحديد؟ وأنا أشاهد سيارات تمر بشكل متواصل خلف سيارة العميد يعني، وأرى أن الوضع مستقر جدا، نحتاج إلى المزيد من التفاصيل عن حركة الناس واطمئنانها بوجود القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية أيضا التابعة لوزارة الداخلية لتأمين سرت، ومقارنة بسنوات فائتة الشارع والمنطقة وما يحدث الآن في تلك المنطقة التي يشاهدها، نحن نتحدث من عين المكان يعني. نعم سيادة العميد، هنا أخي مصطفى يسأل على هذا الشارع، ما هو اسمه وأين نحن متواجدين حاليا؟ الآن هنا نسميها شارع الشهداء، الآن شهداء 6/6، لأن كانت القوات الغازية التركية الغاشمة كانت تدخل مع هذا الشارع، وكانت هي تريد ان تدخل مع هذا الشارع، لان الشارع هذا هو يعتبر هنا نحن موجودين في قلب مدينه سرت، هذا نحن الان في قلب مدينه سرت، وهذا الشارع يسمى شارع الشهداء 6/6، شهداء ما للسياح الغاشم التركي اللي كان بيدخل، وانا اريد ان اقول لو كان ما في هناك امن وامان لما وجدت هذه الحركه الشعبيه للمواطنين، طبيعيه جدا، الخدمات كلها تقدم على قدم وساق، المحلات مفتوحه، كل موظفين الان يداومون في اعمالهم، الناس مطمئنه ومستقره وفرحانه جدا بوجود هذا الامن الاستقرار، لم تشاهده ابدا طيله 9 سنوات، وانا لما اقول هالكلام يعرفوها اهالي سرت كلهم، كان كل اهالي سرت يتمنوا هذه اللحظه وهذا اليوم اللي يتنقلوا فيه بارتحيه، وبالذات اليوم احنا يوم الخميس. الناس كلها تبي زور اقاربها، لو انتقلت في شباب وجدوا اهالي موجودين فيه، وهذا دليل خير دليل ان الفرق الشاسع بين الميليشيات وبين المرتزقه وبين العصابات الارهابيه وبين القوات المسلحه التي هي من جلدتنا واللي هم من ابنائنا، كيف لما يدخلون لمدينه كيف يعم الامن والامان؟ شفنا المعامله الان مختلفه جدا، الان كل الناس مرتاحه جدا، حتى لما يمر على اي نقطه امن ما يحسش باي رهبه ولا خوف ولا غيره، لان حاس بان هذا هؤلاء الرجال امن من 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 جلسته وهم جايين من اجل راحته واستقراره وامنه. انا اريد ان اطمن اهلنا اللي خارج مدينه سرت في المدن الاخرى، هذه مدينه سرت الذي وقف ضد السياح التركي الغاشم يوم 6/6، وهي الان واكده وهي صمام الان لامان والامن والاستقرار، وهي الان تعتبر الخط المواجهه الاول عن قوت الليبيين. احنا الان من 6/6 على الجهاد، واتمنى كل الليبيين وكل الشباب، انا اشكر بهذه المناسبه كل القبائل اللي موجوده في مدينه سرت اللي دفعت بخيرة ابنائها من اجل معازره الجيش، وكانوا على قلب رجل واحد، فعلا ان سرت احتفظت بها من يوم 6/6 ان هي سرت القبيله واحده، وهي سرت وهؤلاء القبائل شعرت بهم الحقيقه انهم وقفوا وقفه جاده لانهم دفعوا بابنائهم ولانهم تازروا في هذه المحنه، وكانوا واقفين وراء القوات المسلحه، كانوا الان موجودين في مدينتهم لم يخرجوا منها هذه القنوات او هذه القنوات الفتنه. طيب أو نعم لم تنين محزمتها. نعم طيب سامحون بفضل قواتنا المسلحه بطبيعه الحال. نعم احمد نعم. والنصر طبعا لا محاله، اتمنى وانا اشكر الحقيقه القياده العامه ومجلس النواب لانتصارها مع اهل الرب وعلى الغزاة الاتفاق، وفي نفس الوقت وانتصارهم حتى سياسيا، واتمنى الحقيقه نلتقي ان شاء الله في مواعيد اخرى. اذا اخي مصطفى المشهد في مدينه سرت بطبيعه الحال. اشكرك جزيل الشكر احمد جمعه، اكون معكم في لحظة بلحظة. نعم شكرا جزيلا لك أحمد جمعة مراسلي بالحدث، كنت معي عبر الهواء مباشرة من مدينة سرت، شكرا جزيلا لك.